توجه سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، وذلك في إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة. اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 وجدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 12 من شهر يونيو لعام 2023 وتستمر حتى السبت الموافق 15 من شهر يوليو لعام 2023. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ل 59,690 منتفعة من خلال 689 قافلة صحية إنجابية و2018 زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية والمحرومة لاستهداف المناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والمناطق الأولى بالرعاية، وذلك خلال شهر يناير الماضي. أعلنت وزارة الصحة والسكان وصول أعداد زائر المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ إطلاقها في 16 من مارس لعام 2022 إلى 66,000 زائر. أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية أن زلزالاً جديداً بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر ضرب منطقة كهرمان التركية اليوم. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأربعاء ارتفاعاً في درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بارداً ليلاً على أغلب الأنحاء.